مشاهدينا بدعوكم لحلقة جديدة من برنامجنا الله في الأدب العربي مع الأستاذ صلاح جاهين ورباعياته الجميلة جدا اللي في كل حلقة بنستمتع بيها. أنا هقول مع حضراتكم، اسمحوا لي أقول الرباعية موضوع حلقتنا النهاردة. رباعية بتقول: يا مشرة الجراح أمان عليك، وانت في حشايا تبص من حواليك، في نقطة سودة في قلبي بدأت تبان، شيلها شيلها والفضل يرجع ليك وعجبي. خليك معانا النهاردة وبرنامجنا الله في الأدب العربي. والبعض بيشتكي من ظلمه، وازاي بيسيبنا في احزاننا، وكأنه عايش في سماء مش عايز حتى يسمعنا. والحيرة اختلطت بقهارات، وألمهم كانت مشتاقة، وأحياناً نلقى الصرخات. تعالوا نعرف ليه صرخوا واتسمعت منهم أنات، تعالوا نعرف ليه صرخوا واتسمعت منهم أنات. اهلا بيك يا دكتور ماهر. اهلا دكتور هاني. دكتور ماهر، احنا قدام رباعيه ما اجملها النهارده بصراحه. بتقول: يا مشره الجراح امان عليك، وانت في حشايا تبص من حواليك، في نقطه سودة، في نقطه سودة في قلبي بدات تبان، شيلها شيلها والفضل يرجع ليك عجب وعجبي. انطباعك ايه عن رباعيه في الاول خالص؟ انطباعي انه الراجل كبير الحجم رقيق المشاعر، إن هذا الرجل العملاق كان حساساً حساسية مرهفة، والحساسية المرهفة قبل أن تكون حساسية للآخرين هي حساسية تجاه الخطأ عندما يبدأ في داخله. فمن تدرب على أن يلتقط أخطاءه ويشعر بها ويرجو الخلاص منها حتماً سيكون حساساً ومرهفاً وذا مشاعر رقيقة تجاه الآخرين. تفتكر من كتر ما احنا خلاص ابتدينا نعمل الغلط، بقى الغلط جزء من حياتنا؟ اكيد طبعا، سيب انطباع جوه كل انسان مننا. فعلا احنا بنعمل غلطات كتير، بس هو يعني الواقع اللي حوالينا هو اللي بيحتم، ما عادتش حاجة أساسا يعني سهلة زي الأول. بيعمل غلط عارف إن هو غلط، بس أكيد هيجي يوم وهيوقف، هيقول ستوب خلاص على كده يعني، وهيرجع لصوابه يعني. حتى لو أنت مش عايزة تعمل الغلط، بس بتلاقي نفسك بتعمليه غصب عنك. للأسف الشديد تقول إيه في تبلد المشاعر تجاه الغلط؟ بتلوم نفسك ولا خلاص بتمشي مع التيار؟ لا والله بأمني بضمير. لا أكيد بلوم نفسي، كنت عملت الغلط مرة أو قررته، بس أكيد برضو هاجي في لحظة وهعاتب نفسي وهقف على كده يعني. في نقطة سودة في قلبي، ليه القلب بالذات؟ القلب في لغة الشعر بالنسبة للأستاذ صلاح جاهين بيتكلم عن الكيان الداخلي، مركز الموراليتي بتاعت الإنسان أو مركز أخلاقيات الإنسان. بيذكرنا بتعليم الكتاب المقدس، يقول لك في مرة داود غلط غلطة مع شاول فضربه قلبه، ومرة تاني لما عمل غلطة كبيرة صرخ لربنا وقال له: قلبا نقيا اخلق فيا
يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. الناس الحساسة، الناس اللي بتشعر، واتمنى ربنا يعني يكرمنا بهذه النعمة جميعا، فلا يتبلد الإحساس عندنا تجاه الخطأ، لا يتبلد الإحساس تجاه الخطأ، لأن دي مأساة العصر الحاضر اللي احنا بنعيشه. تلاقي الإنسان بيصلي وبيصوم وبيعبد وبيأدي وبيقتل وبيرتشي وبيقسو وبيجرم ويعمل كل الشرور وبيعمل كل العبادات. هذا التبلد في الإحساس كارثة كبرى لا أمل من النجاة منها. لكن اللي عندهم الأحاسيس دي زي الأستاذ صلاح، الشخص اللي شاعر بالخطأ، شاعر أن كيانه الروحي في الداخل في حاجة غلط وبيصرخ وبيرجو العلاج، أعتقد دول اللي وضعوا أقدامهم على أول طريق العلاج. أخطاء الإنسان اللي بيرتكبها، هل هي من البيئة المحيطة بيه أو من الناس، ولا هي مشكلة داخلية جواه؟ أو من نفس الإنسان أساسا. البيئة عليها عامل يعني كبير. البيئة مالها، مالهاش علاقة. الظروف اللي حواليه هي اللي بتأثر عليه إنه يعمل الغلط. نقدر نقول دكتور ماهر إنه قال كده لأنه كان عنده إحساس إن من القلب كل مخارج الحياة طالعة منه. بلا شك، يعني هو يعني التعبير اللي بتقوله حضرتك ده تعبير كتابي، يقول فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. الأستاذ صلاح كان شايف حاجة من جوايا مش من برايا. الوحاشة مش بتيجي من برا، الوحاشة بتنبع من الداخل. فعلشان كده حاسس إن النقطة السودة اللي هتشوه الخارج طلعة من الداخل. في نقطة سودة في قلبي بدأت تبان، هي نقطة ولا كله؟ وبدأت تبان ولا هو من زمان وفزدان بيها. ومولود بيها؟ يعني الراجل كتر ألف خيره إن وصلنا لهذه الجزئية. ده نعمة كبيرة. تمام. يعني لما ألاقي شاعر بيصرخ ويدور على جراح مع مشرط وبيعترف وبيقول في نقطة سودة في قلبي بدأت تبان، وبيقول له شلها والفضل يرجع لك، يعني ده نعمة كبيرة قوي. لكن الواقع اللي بيعلنه المسيح في الكتاب المقدس أعمق من كده بكتير. خليني أقول لك حاجة شخصية يا دكتور هاني، من أكثر أسباب حبي وإعجابي واقتناعي بالمسيح أنه شخص التشخيص الصحيح. المسيح لما تقرأ حضرتك تعاليمه في العهد الجديد كان دائما يصدم الناس بأن المشكلة الأخلاقية والأدبية التي يعاني منها البشر ليست بسبب الظروف الخارجية والبيئة التي يعيش فيها الإنسان، لكن بسبب قلب الإنسان. يعني مثلا كان بيصطدم دايما بقادة اليهود. دخلوا في بيت، تلاميذ المسيح ابتدوا يأكلوا، فجم قادة اليهود بيقولوا له لماذا يأكل تلاميذك خبزا بأيد غير مغسولة؟ فالرب يسوع ابتدى سلسلة توبيخات عنيفة جدا للجماعة دول. انتم مرائين، وانت ايها الفريسي الاعمى كل اللي بتعمله انك بتنقي الخارج من الخارج، وانتم تاركين الداخل، نقوا الداخل فيكون كل شيء نقيا لكم. وابتدى الحقيقة يعني يهدم لهم الرياء والكذب والنفاق والخداع اللي اعتمد على تنقية الخارج وترك الداخل ملوثا. وفي الآخر ختم تعليمه بالكلمة دي، بيقول لتلاميذه ليس ما يدخل جوف الإنسان ينجسه، بل ما يخرج من الإنسان ينجسه. فالتلاميذ ما فهموش، فقال لهم حتى أنتم غير فاهمين، إنه من قلوب الناس، من قلوب الناس، من قلوب الناس تخرج. ورح مسمي 10 أشياء. أول شيء منهم أفكار شريرة، تخرج من قلوب الناس أفكار شريرة، جهل، دعارة، زنا، فسق، خبث، حسد، غيرة، سخط،
غضب، جهل، تجديف، إلى آخر هذه المجموعة الرهيبة. المسيح كشف أن مشكلة الإنسان الأخلاقية ليست بسبب تأثره بالظروف الخارجية، لكنها نابعة من القلب. من القلب. أمر الثاني اللي كشفه المسيح أنه مش في جزء حلو في القلب وجزء وحش. قد يحدث بسبب الاستنارة الفكرية أن يفعل الإنسان شيئا حسنا، لكن الكيان الداخلي قد فسد ولا يرجى منه خير ولا يؤتمن. حتى إذا عمل حاجة كويسة النهاردة ما تأمنهوش أنه بكرة يعمل كويس، لقد فسد الكيان. وآخر شيء أن الإنسان يولد هكذا. علم المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 3 المولود من الجسد جسد هو، ومن هنا علم بحتمية ولادة جديدة. يبقى احنا بنشكر الأستاذ صلاح جين هذا التشخيص، تشخيص رائع جدا مع اختلافين. الاختلاف الأول إنها مش نقطة، لكن القلب قد تسود وامتلأ سوادا بسبب الشر الساكن في قلب الإنسان. والأمر الثاني إنها مش بدأت تبان، ده مولود المرأة مولود بالجسد مليان بالخطية منذ ولادته. دكتور ماهر، انت تدرجت معنا في الكلام لغاية ما جبتنا إلى جزئية حتمية الولادة الثانية. نعم. هل لها حتمية فعلا؟ يعني القلب محتاج أنه يتخلق من جديد، وإزاي؟ يعني أحد الناس في الكتاب المقدس قال لك أنا ممكن أدخل بطن أمي من أول وجديد عشان أتولد تاني. فهمها بطريقة حرفية بالضبط كده. فربما حد من المشاهدين يبقى يفهمها بنفس الأسلوب اللي فهمها نقدموس. لو تخيلت لقاء حصل دلوقتي بين الأستاذ صلاح جهين وبين المسيح، وتخيلت أن الأستاذ صلاح بيقول للمسيح نفس هذه الكلمات، بيقول له في نقطة سودة في قلبي بدأت تبان، شيلها والفضل يرجع ليك. المسيح هيقول له لست بعيدا عن ملكوت الله، أنا أحبك لأنك اكتشفت أن المشكلة ليست في الخارج لكن المشكلة في الداخل. المشكلة مش في الناس لكن في قلبك. أنا مبسوط منك أنك وصلت للنقطة دي، بس هختلف معاك في العلاج. العلاج يا أستاذ صلاح مش أن أشيل النقطة دي، العلاج أنك ترجع المشوار كله وتبدأ من جديد. كلمة الولادة الثانية في العهد الجديد ممكن تترجم بثلاث كلمات، تترجم ولادة من فوق، تترجم ولادة من جديد، تترجم ولادة ثانية. خليني أبدأ بالأخيرة، ولادة ثانية. يعني لازم، هل في فروق بينهم يا دكتور؟ طبعا. لازم أبدأ بداية تانية، لازم أبدأ بداية تانية. ليه؟ لأن لما أبص على ماضية كله اللي فات وأراجع مش هلاقي يوم يا دكتور هاني عدى علي من غير حاجة غلط. فأبص ألاقي كل يوم في غلطة، كل يوم في غلطة، كل يوم في غلطة، كل يوم في نقطة سودة. الحل المنطقي، يا أنا عايز أقطع الصفحة دي وعايز أبدأ ولادة جديد. دي ولادة ثانية، يعني ولادة من أول وجديد. لكن كمان الكتاب سماه الولادة الجديدة، والمقصود بالولادة الجديدة ولادة من مصدر جديد. لأنه لو اتولدت تاني من نفس المصدر الأولاني ما عملتش حاجة، ما هرجع تاني أعيد نفس القصة. في شعر كان كتب واحد شاعر اسمه كولريدج مشهور، أو شاعر رومانسي جميل إنجليزي، فكان بيحكي قصة طفل في الامتحان. راحت المدرسة عليه وهو بيمتحن ولقيت واقف بيبكي وبيقول لها أفسدت كل شيء وضاع كل شيء وكل ما كتبته كان خاطئا، وهو يبكي. فهل هناك فرصة؟ هل يمكن أن تعطيني شيت جديد، ورقة جديدة، وأبدأ من جديد؟ فبكت المدرسة وقالت له هات يا ابني شيتك القديم، وراحت مقطعاه. الشعر بيقول كده، وأعطته شيتا جديدا وقالت له ابدأ من جديد. آدي ورقة جديدة بيضة مفيهاش ولا خط اسود، مفيهاش ولا نقطة، وروح يا حبيبي ابدأ من جديد. أنا بتخيل الحياة لما براجع اللي فات في نقط كتيرة، في غلطات، حياتي مليانة بالغلط، بس لو رجعت من أول وجديد وبدأت من نفس المصدر هرجع تاني أكتب نفس الأخطاء. أنا محتاج أقطع الورقة،
محتاج أبدأ من جديد، بس محتاج أبدأ من مصدر جديد. وهنا تيجي الكلمة الثالثة، ولادة من فوق. المصدر الجديد ده مش مصدر من تحت، لأنه اللي من تحت هيجيب واحد من تحت، لا أنا عايز أتولد من فوق، من فوق من الله. ببساطة هروح للإله أقول له النقط السودة في قلبي كترت، وخطواتي كلها بتشهد إن مفيش في يوم مشيت في خط مستقيم، كل يوم في عوجاج، كل يوم في غلطة، والورقة ما عادش فيها مكان تتصلح. أنا عايز أقطع الورقة وعايز أبدأ من جديد. ممكن تبدأني يا مبدئ الوجود، يا مبدع الوجود، هل ممكن تبدأني من جديد؟ هل ممكن تخلقني من جديد؟ هل ممكن تعملني من جديد؟ هو ده اللي جه المسيح ينادي بيه، يا بشر أبشروا، عندي خبر صار هو الإنجيل، الله مستعد أن يبدأ حياتكم من جديد بالولادة الجديدة. حضرتك بتحط لنا الروشتة، طب أنا محتاج إيه اللي يقودني لأشعر أن اللي جوايا ده ما ينفعش أن أنا أكمل بيه؟ هل تأنيب؟ هل ضميري لازم من الله يبتدي يتبكت عشان أبتدي أرجع وأحس أن أنا ولا أنا ممكن أي شيء يقودني لولادة الجديدة؟ على الأقل لازم أحس باللي حس بيه الأستاذ صلاح، أن في نقطة سودة، وبعدين أسأل نفسي تاني، هي النقطة دي نقطة ولا نقط؟ وإذا شلنا النقطة دي إيه اللي يضمن لي أن ما تطلعش نقطة تانية، نقطة تانية وتالتة؟ مش يمكن الحل هو خلع القلب ده وأخذ قلب جديد؟ الرب بيقول حاجة تشبه كده في سفر حزقيال أصحاح 37، يقول أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من نجساتكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم. إني أوصل للمرحلة اللي فيها أشعر بالنقطة السوداء والاقتناع إنه المسألة مش نقطة دي نقط، وإذا اتشالت دي هيطلع غيرها، فالحل الوحيد صرخة من الأعماق لله اخلقني من جديد من جديد. المية الطاهرة اللي بيرشها هي كلمة الله اللي هي وصلت أعزائنا المشاهدين، الكلمة اللي احنا بنقولها دي إذا وصلت للمشاهد دلوقتي وشعر إنها كلمته وإن فيه في قلبه حاجة غلط، العيب مش في مراته، العيب مش في مديره، العيب مش في الناس، العيب مش في المجتمع، العيب إن فيه نقطة سودة وأنا محتاج علاج، هو ده اللي يخلي الله يخلقني من جديد. خلينا نتكلم بشكل عملي يا دكتور ماهر. هيغير القلب، هتتغير اتجاهات الحياة، لكن لو حد سمعنا من المشاهدين يقول أنا اتغيرت لكن ما زلت في أمور في حياتي غلط أنا بعملها، ده تفسره بإيه؟ في فرق كبير قوي بين واحد ماشي في شارع غلط وبين واحد ماشي في شارع صح لكنه أحيانا يتعثر. اللي ماشي في الشارع الصح بيقع وبيقوم، مرات خطواته بطيئة ومرات خطواته سريعة، لكنه في الآخر هيخلص المشوار وهيلاقي روحه في المكان الصح لأنه ماشي صح في الشارع الصح. وبين واحد تاني ماشي في شارع غلط، الولادة الجديدة بتنقلني للشارع الصح. الولادة الجديدة بتغير الكيان من جوه، بتخليني مثلا أحب البر وأبغض الإثم. زمان كنت أحب الإثم وأشربه كالماء وأخلق المبررات وألتمس لنفسي الأعذار بعد ما فعله، لا خلاص أنت أغلط نقلة رهيبة، بقيت بحب البر وببغض الإثم، ويحلو لي أن أدين نفسي وأعترف بخطئي وأرحم الآخرين عندما يخطئوا، وأجد لذة بيني وبين نفسي، لذة في أن أعتشر بمن يحب الرب وأهرب من من يحب الإثم، ثم أجد عندي شوق للحديث مع الله وشوق للاستماع إلى كلام الله وليس الهروب من الله، وتصبح جلساتي وعبادتي وحديثي مع الله متعة لنفسي وليس فرضا أؤديه بتعب وبعناء وبشعور بالثقل على نفسي. في تغيرات بتحدث أهمها وأشهرها هو محبة البر وبغضة الإثم. ده معناه أن انتقلت للشارع الجديد،
بقيت مولود جديد، كائن جديد، وأنا في الشارع الجديد نتيجة أن الجسم ده بالجينات بتاعته تركب على الغلط، هلاقي ميول للغلط، هلاقي إغراءات بتشدني ناحية الغلط لأني عايش في عالم غلط، ومن هنا بينشأ الصراع. لكن أفاجأ أن اللي ولدني من جديد مكن لي كل المعونات التي تجعلني أنتصر في هذا الصراع، وبالتالي أقدر أعيش حياة الانتصار، حياة الولادة الجديدة. لا عذر لي إن سقط، لأن عندي كل ما هو للحياة والتقوى وأنا ماشي في الشارع الجديد. بقى بعثر لكن بدون عذر، ما عنديش عذر ومش أقدر أستمر فيه، وبقوم بسرعة وأقول لا تشمتي بي عدوتي إني إن سقطت أقوم. لكن ده نوع من الحياة يختلف كل الاختلاف عن الموت اللي كنت عايش فيه وأنا ماشي في الشارع القديم. دكتور ماهر، يعني المرة الثانية بشكر أولا الأستاذ صلاح جاهين، وأنا بشكره معاك، وبشكر شخص الرب يسوع المسيح أنه إدانا ولادة جديدة. صحيح. وفي النهاية بشكر حضرتك. شكر خالص. عزيزي المشاهد، حط في بالك حاجة مهمة جدا، طهارة الجسد الخارجية لن تستطيع أن تنقي ما في قلبك من سواد. أنت مولود بهذا السواد، اوعى تضحك على نفسك وتغدى على نفسك وتحاول أنك تحسن من صورتك. المشكلة جوه في جذورها، مخارج قلبك كلها مطلعة أمور بتغضب الله. مش نقطة، ده غرقان في السواد ومش بدأت تبان، ده من زمان أنت مولود بيه زي ما تكلمنا أثناء الحلقة. الحل الوحيد في الولادة التانية، الحل الوحيد في قبولك لشخص الرب يسوع المسيح. هو وحده اللي يقدر يغيرك، هو وحده اللي يقدر يخلقك من جديد. صدقني صدقني، بدونه هتظل غرقان في السواد من جوه. تعال لي واقبل إليه فعلا، هتلاقي عنده الحياة وهتلاقي عنده الولادة اللي من فوق اللي من الله. ما تحاولش تصلح في نفسك، تعال له زي ما انت، تعال له بسوادك، تعال له بكل اللي فيك، بكل إحباطاتك، بكل إحساسك أنك أنت مذنب. وهو يقدر، هو يقدر، لأن الثمن كان غالي، يقدر يغيرك ويولدك من جديد. والرب معك. فأذهن المحدودة رسم الأسرة في خيالنا، فينا اللي يشوف المتعالي وكأنه بعيد خالص عنا، والبعض بيشتكي من ظلمه وازاي بيسيبنا في أحزاننا، وكأنه عايش في سماء مش عايز حتى يسمعنا.